يعشق الكرة والموسيقى والسينما والسينما. كان لا يقدم على العمل إلا إذا تأكد أنه سينجح فيه تماماً. صالح كان عقلاني جداً وعلى فكرة ما كانش متعصب، ولكن كانت كرامة النادي الأهلي عنده تسوى ملايين. يعني أنا أتحدى أن حد يروح يقول لصالح سليم مهما كنت صدقتك بيه أنا عايز عضوية للنادي الأهلي، أوعى ما تقدرش. كان شخصية مميزة جداً، كان بيمثل مثل أعلى. أنا ما بعرفوش بس من خلال خالد، أنا اتولدت عارفاه، أنا اتولدت أهلوية علشان صالح. أبناء المشاهير عليهم إثبات ذواتهم وأنفسهم بعيداً عن شهرة آبائهم، بل عليهم التفوق على آبائهم. قلت له أنا ابن صالح سليم، فراح اشتكى فرجع البيت وضربني علقة عمري ما هنساها. أنا لو خدتك سوق الكانتو مش هجيب ثلاث تعريفة، أنت مين؟ الناس كلها بتتهمه بالديكتاتورية، صالح سليم لم يكن ديكتاتوراً على الإطلاق، صالح سليم كان إنسان حساس جداً، فنان جداً. حالتي كانت صعبة جداً لدرجة ان انا زعلت قوي وما كنتش عاوز اروح النادي، وحاسس ان انا عملت يعني انا السبب في خسارة الفرقة. كنت لسه في الناشئين يعني. قال لي انت يا ابني ده مباراة خسرتها، انت لازم تتعلم من الخسارة، بس انت لازم تبقى امتى الخسارة دي تديك قوة. لابد ان اعترف الحقيقة ان انا مش من هواة كرة القدم، ومعرفش الفرق بين التسلل وضربة الجزاء، ولم اشاهد في التلفزيون مباريات لكرة القدم إلا إذا كانت مصر تلاعب فريقاً أجنبياً، وما حضرتش مباراة في استاد إلا بالصدفة. كنت في جنوب أفريقيا في وفد سياسي بيزور جوهانسبرغ بمناسبة تحررها من العنصرية. في ذلك الوقت كانت هناك مباراة ستقام بين الأهلي والزمالك، واللي كانوا معايا أصروا على أن يذهبوا للمباراة، ورفضوا ان هم يسيبوني لوحدي في الاوتيل لانه الاقامه في الاوتيل كانت غير امنه بالمره. طبعا انا لا زملكاوي ولا اهلاوي، لكن في الحقيقه كنت بعتبر الاهلي هو حزب الاغلبيه في مصر، خصوصا في غياب الاحزاب السياسيه، واعتبرت الزمالك حزب المعارضه. وبين الناديين الكبيرين كانت منافسه ديمقراطيه، لانهما كان يتبادلان دائما السلطه الكرويه. ولو كان البعض يصف صالح سليم بالمايسترو، فأنا في الحقيقة بعتبره زعيما شعبيا وقائدا جماهيريا. عريف الكبير بتاعنا النهاردة إلى صالح، إلى أحمد رفعت، ونسكنوه يا ولد، والجول والجول كف الخشبة. يا سلام، بخت بخت توتنهام كويس الله يمين صالح سليم، وداخل حلو وشوطة جميلة. صالح سليم المايسترو قائد، المايسترو دايما راسه فوق، المايسترو في أدائه ستايل، المايسترو ليدر، كابتن صالح ليدر قائد في الملعب، ما كانش مجرد لعيب كرة أو زميل، كاريزما وشخصية ونجم. عايز أقول لك إن في الستينات كان الناس بتقول إيه، في ثلاث شخصيات في مصر بيحكموا مصر: جمال عبد الناصر، أم كلثوم، صالح سليم. كان مواليد 11 سبتمبر، وده اليوم اللي حصل فيه الهجوم على ناطحات السحاب، فكنا حتى يعني دي يقول انا مش مولود في يوم غير عادي يعني الله يرحمه، انما يعني كان راجل فير جدا في النادي الاهلي، ديمقراطي جدا. فوجئنا بالكابتن صالح يوم فرح ابن او بنت عبد الله فرغلي، كان في احدى الاوتيلات اللي في على النيل، في فرحين احنا بالفرح بقى، وانت الناس بتروح اللي في الاول واللي يحضروا الزفه، فروحنا اكتشفنا ان الكابتن صالح موجود قبلنا يمكن بثلاث ساعات. قال انتوا تاخرتوا ليه كابتن؟ يا دوب. قال لا، انتوا لازم تيجوا تقفوا جنب صاحبكم. وهو جه قبل عبد الله فرغلي وقال لازم اقف جنبه في اليوم ده، لانه كان يحترم عقليه عبد الله فرغلي جدا، وكان حتى يقول ده انتوا بتعاملوه يعني عبد الله احنا نحب نهزر معاه الله يرحمه، وهو كان راجل، فيقول ده راجل رقيق جدا، انتوا بتتعاملوا معاه كده. طبعا كنا بنعمل مقالب وبتاع، وصلاح السعداني والفيشاوي وحركاتنا اللي مش لطيفه دي،
فيقول ده راجل رقيق جدا. فانا مره قلت له بقى يا كابتن انت زي قلت الحكايه دي مش هتاخد ولا صوت في انتخابات الاهلي. الله يرحمه. بعد اعتزال صالح سليم الكره باربع سنوات تولى عام 1971 منصب مدير الكره في النادي الاهلي، ونجح في استقدام مدرب اجنبي حقق انجازات للاهلي في سبعينات القرن الماضي. ولكن صالح سليم بسبب تدخلات خارجيه ترك منصب مدير الكره في النادي. بعد اربع سنوات اخرى خاض صالح سليم انتخابات رئاسه الاهلي امام الفريق عبد المحسن مرتجي، لكنه حصل على 45% فقط من الاصوات. قرر صالح سليم المحاوله في عام 1980، وفي هذه المره فاز في الانتخابات ليكون اول لاعب كره يتولى هذا المنصب طوال تاريخ الرياضه في مصر. نجح صالح سليم في الفوز برئاسه الاهلي خمس مرات او خمس دورات، وظل في موقعه القيادي 20 عاما ضاربا رقما قياسيا يصعب تكراره في الرياضه، لكنه تكرر للاسف في الرئاسه والسياسه. كمان في حاجة مهمة تانية يمكن برضو قالها، وأنا بعتبر إن دي سنة يمكن 74 75، أنا حقيقة مش متذكر السنة بالضبط. كان في أداء بالنسبة لمنتخب مصر في كرة القدم، كان في أداء مش كويس، وكان في يعني شوية يعني سوء الإدارة يعني. وبعدين انا كنت داخل النادي انت من الساعه 3، فانا داخل النادي بدري جدا ما اوريش حاجه بقى خالص، وداخل يعني من الساعه 12 الظهر والتمرين الساعه 3، فعندي وقت طويل يعني. فلقيت الكابتن صالح قاعد رحمه الله عليه ومعاه مجموعه يمكن 40 واحد في النادي. فطبعا شافوني وكابتن يعني شاولي، فطبعا رحت على طول سلمت وبتاع فاقعد فقعدت. فبيتكلم لقيته بيتكلم بينتقد بشده اداء اتحاد الكره ويعني اداره الكره في مصر، مش مهم اتحاد الكره كاشخاص طبعا، ما بتكلمش على كاشخاص بتكلم على كاداره يعني. فهو بينتقد بشده، واحساس اللي كل اللي قاعدين اكتر مني انا خبره في هذا المجال، كنت لسه بلعب ولسه صغير ولسه يعني مش، فكلهم حاسين هو بيتكلم صح انا بسمع. بس بعد ما حوالي يمكن نص ساعه بسمع وكلهم منصتين جدا للكابتن، فانا حقيقه قلت له يا كابتن طب يعني طالما كل الحاجات دي الوحشه دي موجوده او الاسلوب ده ومش الاسلوب الخطا من وجهه نظرك الاداري ده، طب ليه ما تخشش وتبقى رئيس اتحاد الكوره وتبقى انت يعني تصلح بقى كل الامور دي يعني. سكت بتاع دقيقه كده وراح موطي وقال لي عارف يا محمود يا ابني انا اسمي صالح سليم، والاسم ده لو دخلت اتحاد الكوره في انتخابات اسقط. انا طبعا استغربت جدا الحقيقه، كل الناس كل اللي قاعدين بقى يعني ازاي اسقط؟ قال لك انا اسمي صالح سليم، لكن لو ومع ذلك لو دخلت انتخابات اتحاد الكوره اسقط. الحقيقه كان ساعتها عدد الانديه كان قليل، وعشان كده انا الحقيقه ما كنتش عارف يعني معنى كلمه، ولكن مع الوقت لقيتها بتثبت بالنسبة لنا، أو يعني بتتحقق أن فعلا لازم يتغير نظام الانتخابات. كنت أنا مدير كورة وكان الكابتن صالح رئيس النادي، فجيت في هو ما فيش، احنا تربينا على ما فيش تدخل من رئيس النادي ولا أعضاء مجلس إدارة في فرقة كورة خالص، يعني مدير الكرة هو اللي عامل الحاجز والفاصل ما بين الفريق وما بين الآخرين بما فيهم رئيس النادي ومجلس إدارة، بمعنى أن هو الوصل يعني ما بين الاثنين. فكان في موقف معين، الموقف ده كان هو ليه وجهة نظر فيه، وأنا جيت وجهة النظر دي يعني خالفته فيها أو ما كنتش مقتنع بيها. فجيت قلت له على كابتن صالح معلش انا بالنسبه لك انت رئيس النادي وانا مدير اداره موجوده وانت مسؤول عني، تقدر انك انت النهارده تقول لي مع السلامه يا زيزو وتقدر تعمل لي اقاله.
أو ما تقتنعش بكلامي، بس أنا وجهة نظري بالنسبة للموقف ده كذا 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 كذا. ففوجئت بيه بيقول لي زيزو أنت المسؤول، اللي أنت شايفه صح هو اللي تعمل. فنفذ وجهة نظري أنا، بالرغم أن أنا أحد أبنائه، بالرغم أن أنا أحد المديرين الموجودين في إدارة من إدارات النادي، بالرغم أنه هو رئيس النادي، ففوجئت بيه بمنتهى التواضع ومنتهى البساطة ومنتهى الاقتناع. يقول لي لا، اللي انت شايفه صح بالنسبه لفرقتك هو اللي هتعمل، حتى لو كان مخالف لوجهه نظر. وفعلا ده اللي اتنفذ، والحمد لله بعد ما حصلت حياني على ان وجهه نظري تحققت بعد 3-4 أيام تقريبا. وده بينم على ان الشخصيه نفسها شخصيه بتفكر، شخصيه مقتنعه بفكر الاخرين، شخصية كانت علمتنا ازاي نبقى كوادر تابعين لي، وفي نفس الوقت نبقى في المستقبل قادرين على ان احنا نحافظ على شخصية النادي الاهلي. جت انتخابات 2000، الدورة بتاعت 2000-2004، وكابتن صالح طلب مني اني انزل الانتخابات، وانا قلت له يعني كنت رافض، نتيجة عملي ونتيجة حاجات كتير ونتيجة عدم خوض انتخابات مسبقا قبل كده، وما تجربة ما كنتش عايز أخوضها الحقيقة في ذلك الوقت. وده كان يمكن الخلاف الوحيد اللي حصل بيني وبين الكابتن صالح سليم في قعدة من القعدات، واحتد صالح سليم عليا يوميها وقال لي، قلت لك صالح انا واقف ورا النادي الاهلي كده او كده، معين مش معين، بره المجلس خالص، انا بترك لك حريه القرار يعني. قال لي لا، انا قراري ان انت تنزل الانتخابات، لان احنا لو كل واحد بيحب النادي الاهلي وقادر على خدمه النادي الاهلي هرب من هذه الخدمه التطوعيه بمشقها كلها وبما فيها وبما لها وبما عليها، يبقى مش هيبقى عندنا حد، والنادي الاهلي يبقى احنا بنسيبه، يبقى انت كده انا بعتبرك بتتخلى. دخل حوالي يمكن 3 مرات رئاسه النادي، واكتسح ال3 مرات ده اكيد، لان الناس بتحبه، لان الناس عارفه ان ممكن يطور في النادي، لدرجه اني انا حضرت مره في لما كان بيفتتح النادي الاهلي فرع مدينه نصر، فالحقيقه زود ال ثمن دخول الحمام على كارنيه، بقى كان الاول بتدفع 10 جنيه في السنه، فهو خلاها حوالي 30 جنيه. فحصل اجتماع جمعيه العموميه، وبعدين قال لهم انا ما زلت بقول ان قولوا لي انا لا وانا امشي النهارده، لكن ال 30 جنيه دي هيحسن لك المستوى، هيحسن المستوى من ناحيه الاعداد، من ناحيه حمام السباح. قال لهم انا امشي دلوقتي، يعني لو عايزين امشي دلوقتي، لكن انا ما زلت مصر ان لازم ال 30 جنيه دي لمصلحتكم ومصلحه النادي الاهلي. فبقى هو ده صالح سليم. وهو كان يقول لنا ما تروحوش النادي الاهلي، لان لو انتوا غلطتوا او حصل حاجه زي اللي بتحصل في نادي الجزيره انا مش هعاقبكوا، انا هنسفكوا يعني، فخليكوا بعيد يعني عن النادي. مش بنخاف، لا، انا ابويا خلاص يعني كنا كبار خلاص يعني، ما واحنا صغيرين كنا في النادي عشان نادي الجزيره جنبنا، انما لما كبرنا قال لا بلاش، 15-16 سنه خلاص قال لا بلاش احسن، عشان ما حدش. كمان من الحاجات اللي قالها لي انا فاكرها، قال لي يعني انت لو قعدت النهارده في النادي وطلبت واحد قهوه هيروحوا يجيبوه لك في ثانيه، ممكن اللي جنبك يكون طالبه بقاله ساعه ونص مثلا ولا نص ساعه، فلما هيجي لك انت هيتضايق مننا علشان هيقولوا انك انت ابن صالح سليم فالحاجه بتجي لك، فما تروحوش هناك، مش عاوز انا الكلام ده. ولو غلطتوا مع حد ولا اتخانقتوا زي ما بتخانقوا في النادي الجزيرة هقطع رقبيكم، فبلاش.
كانت تطمع في جمهور العريض. اللي شجعه على المغامرة صداقته للفنانة فاتن حمامة، كانت تربطه بفاتن حمامة علاقة عائلية. وبالفعل مثل صالح سليم في 3 أفلام، فيلم 7 بنات، فيلم الباب المفتوح، ولعب بطولة فيلم الشموع السوداء أمام الفنانة والنجمة والمطربة. نادي الروتري في الإسكندرية، سيدات الروتري، السيدات عملوا له دعوة عشان يروح يعني يكون ضيفهم ويبقى سبيكر في حاجة اسمها المتحدث في نادي الروتري. فهو نادي الروتري عمل له الحدث ده جوه نادي سبورتنج إسكندرية، فقال لي تعالى معايا، وطلب الكابتن حسن حمدي يكون موجود معانا كمان. فروحت انا وهو كابتن حسن حمدي، طبعا اتكلمنا عليه وعلى مشواره وعلى الكوره وعلى نجوميته. ف احدى السيدات قالت احنا مش عايزين الكلام ده كله، احنا عايزينك تكلمنا على تجربتك السينمائيه، ازاي انت يعني مثلت في السينما دور العبقري بتاع الشموع السوداء. هو مثل 3 أفلام لكن ابرزهم واللي علم عند الناس وكان احد علامات السينما المصريه دوره في الشموع السوداء مع الفنانه نجاة ورا الكاميرا بالظبط. بص على المنديل ده واعمل كل حاجه. فعم رجب هو اللي نجاني. لقيت ان فيلم الشموع السوداء هو ده ابوي، القسوه والقوه والجبروت وفي نفس الوقت طيبه القلب يعني اللي ما فيه زيها. قلت له ابو الصلح بصراحه انت لما فتحت كنت بتمثل زي وانت هاخد علقه، كان من سبب عبد الحليم حافظ كان عندنا. عمل حوار مع الصحفية القديرة طبعا في آخر ساعة حسني شاه، وعملت حوار صادق وجميل جدا، لأن الحوار كان في منتهى، حتى كمان بيعبر عن شخصية الكابتن صالح سليم. سألت له أنت يعني وجهك سينمائي قوي 100%، طب يعني السينما ممكن تبقى عندك أهم من الكورة؟ قال لا لا، أنا لا بعتز بوجهي ولا بعتز بقدمي، أنا بعتز بعقلي. كان صديق جداً للأستاذ عمر الشريف، وكان يعني كانوا مع بعض يعني مع بعض أصدقاء يعني. فلقيته مرة كانوا قاعدين في النادي وأنا كنت بطلع من التمرين، فقال لي كابتن صالح عايزك. فرحت يعني في أوضة مدير النادي كده، فدخلت وكان الأستاذ عمر برضو رحمة الله على موهبنا جميعاً قاعدين الاثنين. قال لي بص يا محمود، هو قال كده يعني عمر كان عايش في باريس ساعتها، وعمر جاي في نادي اسمه سانت إتيان الفرنسي عاوزينك، وانا نصحته بلاش، نصحت استاذ عمر
ما تقولش ما تدخلش نفسك في المواضيع بلاش كويس، بس انا قلت ابلغك الرساله علشان تبقى الامور. هو طبعا كان ليه ترجمه يعني اترجم الموضوع بشكل تاني، لكن برضو من الحاجات اللي انا واحنا قاعدين كده بتذكرها يعني. كمان يمكن في وانا بعتزل كنت الحقيقه مش قادر اخد قرار اعتزالي، بس انا كنت خدت قرار دوت الحقيقه بيني وبين يعني ربنا سبحانه وتعالى. كنت اصبت يعني جالي كده حاجه بيني وبين الله ان انا اذا ربنا كرمني ولعبت اخر مباراه كانت مباراه الهلال السوداني في نهائي افريقيا سنه 87، اذا ربنا اراد ولعبت 10 دقائق كنت بقى اصبت اصابات مش بتاعه كوره بقى، انا هبطل كوره. يبقى ده بالنسبه لي كان بالنسبه لي زي يعني مؤشر كده. بعد ما خلاص واعلنت اعتزالي، بعد ما بطلت ويعني خلاص والدنيا خلاص بقى ماشيه، فكان هو بره مصر كابتن اعتقد يعني كابتن صلاح، بس المهم قابلني بعديها بفتره يعني. فقال لي انت مقتنع انك انت لما قابلنا بعض قال لي انت مقتنع ان بقرارك؟ قلت له يا كابتن انا مش عايز اقول لك انا صعب مش قادر يعني حزين جدا ان انا اعتزلت، ولكن انا الحقيقه مقتنع. وحكيت له انا اعتزلت ازاي وظروف شكلها. قال لي بص انت الوحيد اللي تقدر تاخد القرار ده، اللاعب هو الوحيد اللي يقدر ياخد هذا القرار، واللاعب اللي عنده ثقه في نفسه ولاعب ذكي ياخد قرار في توقيت مناسب، ما يسيبش حد ياخد له القرار ده بالذات، انما ما تخليش حد ياخد لك قرار الاعتزال، ولا مسؤول ولا جمهور، ان هم دولت ولا اعلام طبعا، ممكن الاعلام او جمهور او يعني يشوف واحد اداؤه ابتدى يقل فخلاص يجبروك انك تعتزل. فانت برضه من الحاجات اللي علمتني بعد كده. من احلامي وتكلمنا في الحكايه دي كذا مره ان اعمل مشروع اسمه مايسترو، كان مشروع بعد وفاه الكابتن صالح وكذا شركه، وحتى انا قابلت مدام زينب ربنا يديها الصحه والعافيه مدام الكابتن صالح ان عايزين نعمله، وتكلمنا في فلوس وقصه، قلت لها ما انت زدناك جنيه زي 100,000 جنيه زي 2 مليون جنيه لان انا هاخدها نعملها صدقه جاريه على روح، فرحبت جدا. المشروع توقف شويه مش عارف ليه، انما ارجو انه يتم، لان انا يعني انا ازعم اني حافظ صالح سليم حافظه. السلطة السياسية في العالم كله بتسعى للسيطرة على الرياضة لكي تستفيد من شهرة نجوم الرياضة. في مصر بالذات وجدنا المشير عبد الحكيم عامر يهتم بالكرة يمكن أكثر من اهتمامات أخرى كانت تفرض عليه مناصبه العليا في البلاد. وبيبدو ملفت للنظر أن الانتخابات الوحيدة التي كانت تجري في مصر وكانت نزيهة ولعقود طويلة كان انتخابات رئاسة النوادي الرياضية. ما كانش في تزوير، ما كانش في تدليس، الصناديق ما كانتش بتتغير، وربما لهذا السبب كان صالح سليم يشعر بتميزه، والأهم أنه كان يشعر بأنه ند في التعامل بين النادي الأهلي ومؤسسات الدولة الأخرى بما فيها مؤسسة رئاسة الجمهورية. خلينا بقى نقول بصراحة كده، يعني فترة رئاسة صالح سليم أو قيادة صالح سليم للنادي الأهلي يبقى صحفي ما بيشوفش اللي ينتقد إدارة النادي الأهلي. الراجل أنت لو قربت يعني اللي قرب من الكابتن صالح في الوقت ده، سيبك من الجانب الإنساني بقى اللي هو يعني الشخصية الجميلة المثقفة المستنيرة كل ده سيبك منه، نتكلم على إدارته للنادي الأهلي. مش عايز حاجة من النادي أصلي، مش عايز يتصور في موقف يعني أنا هحكيه بس إيه بشوية يعني دبلوماسية، مش عشان الكابتن صالح يعني. كنا في البطولة العربية ونهائي البطولة في رئيس وزراء، وفي كان الدور قبل النهائي، في رئيس وزراء في وزراء وفي شخصيات كبيرة جدا موجودة في المقصورة الرئاسية. فبين الشوطين أنا طلعت قعدت الناس اللي راحت الاستاد عارفه ان الاستاد فيه استراحتين لكبار الزوار، انا قعدت بره في الصاله على باب استراحه من الاستراحات بكرسي كده يعني، فلقيت كابتن صالح رئيس النادي الاهلي طالع
من الشوط الاول من نهايه الشوط الاول جاب كرسي وقعد جنبي. فانا قلت له يا كابتن لا مش هنا حضرتك تخش جوه عشان الساده الوزراء يعني ومش عارفين مستنيينك يعني. قال لي لا مش اقول لك. قال لي ايه؟ كل جايين يتصوروا انا مش هقعد مع ناس جايه تتصور. وطبعا حسن حمدي كان موجود قام قال له قعد يقول له بقى الناس بتسال عنك ما رضاش يقوم. كان في مباراه وكان هو قاعد في المقصوره جنب السيد رئيس الجمهوريه وقيل يومها انه هو ادى ظهره لرئيس الجمهوريه او لم يكن يعير رئيس الجمهوريه اهتمام. فهو الراجل استغرب جدا حتى من ما يثار في هذا الموضوع انه الكابتن صالح سليم عنده كبرياء وعنده ألاطة زي ما بنقول وان هو ما بيهموش. قال لي الموضوع ما هوش كده خالص. الموضوع انه انا تعودت من تربيتي من بيتي من حياتي كلها اني ما اتكلمش مع من هو في منصب او منصب رئيس الجمهورية تحديدا الا لما هو يكلمني. يعني لو هو سألني حاجة هرد عليه. فانا كنت قاعد مركز في الماتش فالناس اخذتها انه ده تعالي من صالح سليم او قال لي. انما انا على الاطلاق ما كانش في دماغي حاجه خالص ان انا كرئيس للنادي الاهلي او كان بيتباهى او حاجه من حاجة. يعني لانه برضو اللي انا عايز اقوله صالح سليم بكل الهاله اللي نسجت حواليه صالح سليم كان من اكثر الناس تواضعا. ودي انا شفتها بقى في حته لما كنا نمشي في الشارع انا وهو او لو نروح اي حته سواء في انجلترا او هنا. رئيس الجمهورية جاي يفتح الأوبرا سنة 88 اللي ترى الهليكوبتر هتنزل في ملعب التتش كان ساعتها الرئيس مبارك وهيعدي يروح يفتح الأوبرا. فقبليها بأسبوع قبل الزيارة بأسبوع أنا كمسؤول القيادات والحرس والتأمين سلامة رئيس الجمهورية جم طبعا عملوا الاجراءات الاداريه اللي بتحصل تامين المكان والناس اللي هتبقى موجوده. وكنا احنا ساعتها فريق الكوره بتاعنا عندنا سيمي فاينال افريقي دور قبل نهائي في افريقيا. فتحضرنا مع الرئاسه ان الرئيس هيقعد يشجع الاولاد يحفز الاولاد في قبل ما يروح الاوبرا. فجات لي مكالمه تليفونيه من المسؤول الأمني في رئاسة الجمهورية بيكلمني في التليفون بيقول لي يا كابتن صلاح لو سمحت بلغ الكابتن صالح سليم إن سيادة الرئيس هتكون موجود الطيارة الهليكوبتر هتكون موجودة الساعة 9-7. فأنا طبعا قلت له حاضر. رحت رفع السماعة وبكلم الكابتن صالح قلت له يا كابتن صالح لو سمحت أنا جات رسالة بتقول إن حضرتك تكون موجود سيادة الرئيس هيجي الساعة 9. قال لي بقول لك إيه يا صلاح بالظبط كده بلغه قوله انا ما تنشرش 9-5 همشي. قلت له 9-5 يعني. قلت له حاضر هبلغه. كان ساعتها مسؤول الامن ده الرئاسي انا اعرفه شخصيا وكان عضو في النادي الاهلي وبيلعب معانا في فرقه الشمس بعد ما بطلنا يعني. قلت له بقول لك ايه الماستر والكابتن صالح قال لي كذا 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 وانا ما اتنشرش. قال لي يخرب عقلك يا صلاح اقفل السكه هطلبك كمان شويه. فقفل السكه راح طالبني بعديها بشويه قال لي بقول لك ايه قول له 10:30 يكون موجود الساعه 10:30. قلت له حق خلاص بقى انا بنقل الرساله اتظبطت. فرحت مكلم كابتن صالح قلت له كابتن صالح سياده اللواء بيقول لك حضرتك تكون موجود الساعه 10:30. قال لي بقول لك ايه قول له 10:30 و5 انا ما اتنشرش انا ما على الرسول الا البلاغ قيادتين قياده النادي وقياده رئيس الجمهوريه. فرحت مدي الرساله قال لي يخرب عقلك يا صلاح اقفل. قفلت راح مطالبني بعديها بشويه قال لي جنبك مصحف. قلت له جنبي مصحف. قال لي حط ايدك عليه امسكه فيه. مسكت المصحف قال لي والمصحف ما حد يعرف اللي انا هقول لك ده غير انا وانت وربك سبحانه وتعالى دلوقتي والرئاسه. قال له يجي الساعه 12.
قلت له بقول لك ايه، هيقول لي 12 ونص و 12 و5 ما تنشرش فارجوك يعني. قال لي خلاص 12. قلت له اخر كلام، اخر كلام. رحت مكلم الكاب صالح قلت له خلاص و12 و5 امشي ما تتنشرش. المفاجاه ان انا اديت تعليمات للاعبين وللجهاز ان الطياره جايه الساعه كام؟ 9. انا فوجئت ان المعلومه اللي عندي ان سياده الرئيس الجمهوريه جاي الساعه كام؟ 12. بس طبعا ما قلتش حد خالص. كل الناس جت من 8:30 9 الا ربع. فوجئت برئيس الوزراء وتسع وزراء جايين من 8:30 9 الا ربع. اهلا وسهلا. وقاعدين قاعدين قاعدين، الطيارة اتأخر، محدش بيعلق طبعا، محدش يقدر يعترض. الساعة 11:30 لقيت الأمن بيبلغني إن الكابتن صالح سليم وصل في النادي في الكلاب هاوس في المبنى الإداري في النادي فوق، ما جاش على ملعب الكورة، مكان ما الطيارة هتيجي يعني، ومكان الضيوف ما موجودين يعني. لسه 11:30 قاعد هناك، لا جه طبل وسلم لرئيس وزراء ولا الوزير ولا اي حد. وكان في وزير الشباب موجود ساعتها يعني، كان لو ليه طلب في النادي عايز حاجه بتاع خالص، قاعد بمنتهى الاحترام وكرامه بعيد. الساعه 12 ل 10 حاجه كده، 12 ل 5 وترى الهليكوبتر في الهواء، لقينا كاب صالح جه رحب بالناس، اهلا يا فندم، اهلا نورتوا، اهلا يا فندم، اهلا اهلا اهلا. عملت ضيافه ليهم، شربتهم حاجات يا صلاح، كله تمام يا فندم. خلاص جينا وقف جوه على مكان الاستقبال الطياره، ورحنا عشان يكبرنا الراجل ده عشان بيكبر قيادات النادي. فانا توقعت، انا مدير كوره، ان انا ماليش دعوه بقى، هياخد رئيس الوزراء ووزير الشباب ويروحوا يستقبلوا رئيس الجمهوريه لما ينزل من الطياره. لقيته بيندهلي بيقول لي تعال، وقف جنبي قال لي اول الطياره ما تنزل تمشي معايا، سياده الرئيس جاي ضيف عندنا في بيتنا، احنا اللي بنستقبله. لا وجه طلب لرئيس الوزراء ولا لاي وزير، ولا بقول لك رحب بالضيوف مقابله رسميه احترام كامل فقط لا غير، مفيش اي احاديث جانبيه. وصلنا الرئيس حسني مبارك قال له اهلا كابتن صالح، مسلم عليه. والكابتن صالح قال له ايه؟ كابتن صلاح حسني مدير الكوره في النادي. بيعرفه بايه؟ يعني بيكبرنا، بيكبر قيادات النادي، هو ده كابتن صلاح سليم. بعد كده رحنا قعدنا مع سياده الرئيس واللعيبه كلها جت قعدت. راح الكابتن صلاح مرحب سياده الرئيس حديث رسمي جدا، سيادتك شرفت والتحافز ده يا ولاد عشان نرفع راس مصر والكلام المحترم، ان شاء الله نفوز ببطولة افريقيا وربنا كرم وفوزنا بيها الحمد لله. لما فاز النادي الاهلي بلقب نادي القرن، صالح سليم قال ان النادي الاهلي كان الافضل في القاره الافريقيه طوال السنوات الماضيه المئه، وسيظل بابنيته ولاعبيه وجماهيره هو الافضل في السنوات القادمه. الحقيقه السر الذي لم يفصح عنه صالح سليم أن نجاح الأهلي لم يكن في الرياضة فقط، وإنما كان في الأخلاق ومراعاة الأصول أيضا. لما اختاروا النادي الأهلي نادي القرن، أنا مش هنسى الحكاية دي، لأن أنا خدته بعربيتي، وكانت الطائرة اللي راحها جنوب أفريقيا عشان يستلم الجائزة كانت بتقوم الساعة 2-3 الصبح أعتقد، فخدته للمطار أوصله. اليوم ده ما شفتش سعادة زي هذا اليوم. صالح سليم في حالة كأنه عريس رايح إنه رايح يجيب شهادة إن النادي الأهلي ده نادي القرن. كلمني سنة 2001 كنت أنا مدير نادي الجزيرة الصبح يوم، قال لي أنت بتعمل إيه؟ قلت له أنا ما وريش حاجة، كان يوم جمعة. قال لي تعالى لي على النادي الأهلي، رحت لقيت النادي الأوضة بقى بتاعت مدير النادي مليانة، والكابتن صالح قال لي عدلي احنا خدنا نادي القرن مبروك. قلت له عرفت يا كابتن الله يبارك فيك. قال لي بس اللي انت ما تعرفوش ان انا طلب، هو عمره ما كان يطلع مأموريات خاصة بالنادي يعني، قال لي انا طلبت ان انا اطلع هذه المأمورية واستلم الاورد او الجائزة بتاعت نادي القرن.
في جنوب أفريقيا. قلت له طيب حاجة جميلة طبعا ومين غيرك يستلمها يعني؟ قال لي وأنا عايزك تطلع معايا. حقيقة أنا فوجئت لأن كان يروج وقتها أن عدلي مشي عشان كابتن صالح كان زعلان معاه. قال لي أنا عايزك تيجي معايا، احنا عايزين الحدث ده على أعلى مستوى إعلامي يتنفذ، وانت لما عملت البطولة العربية كان معانا زخم إعلامي جامد جدا، انا عايز زخم الإعلامي ده. قلت له بص يا كابتن، الحدث ده تقريبا الجنوب أفريقيا تحديدا مش هتبقى عارفة النادي الأهلي قوي، لان احنا ما لعبناش مع أبطال جنوب أفريقيا لحد دلوقتي، انما يعني لعبنا مع سان داونز ومع مانو جوسيه. ده مانو جوسيه جه بعد ما كابتن صالح، اعتقد بعد ما كابتن صالح كسب او استلم جايزه النادي القاري. قلت له انما الزمالك لعب مع انديه كايزر تشيف سان داونز، هم يعرفوا الزمالك اكتر مننا. قلت له انا هنطلب دلوقتي لو سمحت سفارتنا في جنوب افريقيا نشوف مين المستشار الاعلامي بتاعنا عشان ننسق معاه ونخلي مصلحه الاستعلامات تبعت لنا كل المطبوعات اللي احنا محتاجينها واحنا نكمل عليها المطبوعات اللي احنا عايزين تتوزع قبل ما تطلع انت جنوب افريقيا. فبالصدفه الشديده ان الملحق الثقافي في سفارتنا في جنوب افريقيا كان هو مدير الإعلام من مصلحة استعلامات معانا في اللجنة المنظمة بتاعة البطولة العربية سنة 95، الأستاذ عطية شقران. فقلت له يا عطية بيه يعني أنت موجود هناك، أنت عارف هنعمل إيه وعارفين إيه اللي إحنا محتاجينه كمعلومات، وكل حاجة البركة فيك على منجيلك. وكابتن صالح لم يصطحب معه أحد في الوفد الرسمي غيري وأنا مش في النادي الأهلي، فده كان بالنسبة لي يعني تتويج، مش بس لعلاقتي بيه، لعلاقتي بالنادي الاهلي ان اطلع هذا الشرف العظيم معاه. وكان معانا الكابتن خطيب طالع بصفته الشخصيه يتكرم كاحد ابرز الفائزين بافضل لاعب في افريقيا. وهناك حدثت لنا مجموعه من يعني الاحداث، يعني كان وقتها الكابتن حسام ابراهيم سابونا وراحوا الزمالك، وكان الكابتن حسام خد لقب عميد لعيب العالم، وكانوا الزمالك مسافر هيلعب اعتقد في ناميبيا او جامبيا، وهو نزل ترانزيت عشان هيتكرم وهيحصلهم تاني يوم. فالحفله احنا قاعدين مع السفيره نائله جبر واللي هو دلوقتي مساعد وزير الخارجيه الاهلاوي العظيم جدا السفير ياسر مراد. الاهلي هو نادي القرن في افريقيا، فكان الكابتن صالح كان يعني كان بره مصر، ومجلس اداره كنت بقى ساعتها في المجلس، ومجلس اداره قرر ساعتها ان لو كابتن صالح مش موجود انا صفر، يبقى انا لا استلم الجائزه دي في جنوب افريقيا. ف خلاص اوكي خلاص كابتن صالح رجع وندهني، قال لي انا، قال للمجلس قال لهم انا هسافر بس انا عايز محمود معايا وعدلي القيعي، وسافرنا احنا ثلاثه. فاحنا الثلاثه في الطيران بقى سبع ساعات واحنا رايحين، سبع ساعات واحنا رايحين لغايه افريقيا. الحقيقه يمكن كان برضو ترتيبها بالنسبه لي فادني جدا جدا، يعني لان سبع ساعات بنتكلم وانا بسمع كويس، بقيت اداري بقى خلاص، بقيت في الاداره خلاص، ما عندش لعيب كوره خلاص، كنت بسمعه وانا لعيب كوره، دلوقتي بسمعه بقى كأدار. فاحنا قاعدين في الطياره ففتحنا مواضيع كتير جدا، وكنت الحقيقه بفتح مواضيع عشان اعرف ممكن التصرف ازاي. فلقيته الحقيقه يمكن سبع ساعات كانوا مفيدين جدا جدا بالنسبه لي، لان يعني الخبره دي، الخبره الاداريه دي مش بسيطه يعني، انك تكتسب حاجه كده. وهو الحقيقه من ضمن الحاجات رحمه الله عليه، يعني الحاجات الجميله اللي كانت فيه ان هو
لحب النادي الاهلي ومصلحه النادي الاهلي. صالح سليم بسرطان في نصف الكبد، لكن المشكلة أن النصف الآخر كان مصابا بالتليف بسبب إصابة سابقة بفيروس سي. على أن صالح سليم لم ييأس وعولج بالكيماوي بجانب العلاج الحراري، وداوم صالح سليم على السفر إلى لندن لمتابعة حالته الصحية. ولأنه لم يفصح عن مرضه، تصور البعض أنه يسافر كثيرا إلى لندن هربا من الزهق والملل، واتهم بالإهمال في عمله. لكن صالح سليم كان يرى أن مرضه شيء بيخصه وحده، ولم يكن ذلك صحيحا. انتشرت الخلايا السرطانية في جسده وأجبرته على استئصال جزء من الأمعاء، لكن حالته ساءت ودخل في غيبوبة. إن أنا شفت كابتن صالح، يعني أنا بالمصادفة كنت مع الكابتن صالح بعد أيام قليلة جدا من اكتشافه إصابته بالمرض، وكنت عنده في البيت قاعد معاه، وكان بيتكلم على مشاعره الشخصية لما اكتشف. قال لي أنا كنت رايح عند دكتور وكان معاه حفيدته وعرف الخبر وهو عند الدكتور بقى حفيدته، وبعد كده كان وعد حفيدته انه هياخدها يروح بيها سينما، فخرج من عند الدكتور على السينما وهو يعلم الحاله اللي هو فيها. والحقيقه هو كل ما كان يشغله في هذا الوقت لما عرف الخبر هو وقع الخبر على السيده حرم. يعني هو ده اللي كان عامل حسابه عشان بس الناس تعرف حساسية الكابتن صالح. وأعتقد أن الكابتن صالح سليم مقاومته للمرض كانت لها تأثير في تغلبه على المرض لحد اللحظات الأخيرة في عمره، عندما انتقل المرض إلى مكان آخر لم يتنبه إليه الأطباء، ودي كانت حاجة غريبة جدا. يعني أنا عاشرته في فترة مرضه وكنت قاعدة معاه، وأنا فاكرة أن أنا كنت لازم أنزل أصور أين قلبي، كان ديكور بتاع بيتي. ولما قلت له انا نازله بكره قال لي طب يلا بقى ودعيني. قلت
له لا ما انا جايه لك بعد 15 يوم ان شاء الله. قال لي لا لا مش هت... وعنده ثقة في الله وعنده إيمان راسخ هو بأن اللي هو بيمر بيه ده أمر طبيعي جدا فمتقبله. وبس هو كان كمان من الصلابة بتاعته بحيث أنه ما بيشتكيش، يعني كان دايما تحس أنه هو متحمل، كان عزة نفسه كانت عالية جدا، ودي كانت واضحة جدا في حياته كلها، يعني سواء هو متعافى أو هو مريض. أذكر إن إحنا كنا مثلاً نقعد على التليفون، أول ما أوصل أطلبه في التليفون عشان نلتقي. كان دايماً يحصل بيني وبينه خناقة، يقول لي أنت، أقول له أنت وقتك يا كابتن صالح، يقول لي يا عم أنا وقتي ما ملكي، أنت اللي جاي هنا شغل فحدد أنت الميعاد وأنا موجود. أقول له لا كابتن صالح ما ينفعش، قول لي أنت مواعيدك إيه. فكان دايماً الحوار التليفوني ياخد بينا وقت كبير جدا عشان نحدد اول ميعاد، وبعد اول ميعاد بقى بننطلق مع بعض نتغدى تاني يوم ونتعشى اليوم اللي بعده ونلتقي على شاي، اروح له البيت نلتقي في مكان عام. فصالح كان الله يرحمه حاجه اللي يعرفه عن قرب يعرف انه شخصيه متواضعه الى ابعد الحدود، متواضع جدا. رئيس شرف نادي المان يونايتد محددين ميعاد معاه، وهو واخد لقب سير و رئيس مجموعة من البنوك الشهيرة، وحيكون موجود الأستاذ ياسين منصور وإبراهيم المعلم، وأنت لازم تكون موجود بصفتك مدير إدارة التسويق والاستثمار، فتعالى لي بدري يومين يعني. رحنا التقينا كلنا في لندن، وهو راح قابلنا، راح للبنك في 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 مكتبه في البنك بتاعه، الراجل قابلنا واحتفى بينا جدا، وحتى هو بيعرفه على مستر ياسين منصور، ده مدير الاستثمار، هو ياسين ماسك الاستثمارات بتاعت آل منصور في اكبر مجموعه اقتصاديه وقتها كانت، وخريج جامعه اوكلاهوما في الفاينانس وفي اداره الاموال، والمهندس ابراهيم المعلم رئيس الاتحاد العربي المصري والعربي للنشر، ونائب رئيس الاتحاد الدولي في النشر، ناشر كبير جدا، والمهندس عادل القيعي مدير إدارة التسويق والمعني بالفلوس، يعني هو اللي منوط به تسويق النادي وتعظيم. حتى هو هزر يعني، قال له انت بتعرفني بواحد على اعلى مستوى اقتصادي والتاني بيمثل على مستوى ثقافي في على مستوى العالم، وبعدين بتعرفني على الراجل بتاع الفلوس، فده اللي هيبقى المحفظه بتاعه النادي الاهلي. وقعدنا نتكلم ويقول تجربته مع المان يونايتد، وبعدين كابتن صالح بص في ساعه قال له انا ممكن اعتذر واسيبهم قاعدين معاك يكملوا القعده، قالوا انا عندي بس ميعاد في المستشفى لندن كلينيك، قالوا دي المستشفى بتاعتي بتعمل ايه هناك؟ قال انا باخد حقن، انا عندي كانسر في الكبد وباخد حقن كده، ويعني اقعدوا بتاعه وبعدين يبقى انا يعني اجي لك اشكرك. الراجل بص له كده، ايه الراجل اللي قاعد معانا بيتكلم ده؟ بعدين بيقول له بعد اذنك انا رايح اخد حقنه، انا عندي كانسر، بيتكلم عادي جدا وبيهزر وكملوا قعدتكم. بص له بانبهار شديد جدا. وبعدين عرفت انا بالصدفه عن طريق حد كان مقيم يعني في لندن، كان مهندس ابراهيم المعلم، كان قريب جدا منه في التوقيت ده، وحتى هو فاكر انا رجع مره قلت له الاخبار ايه؟ قال لي لا الكابتن صالح تعبان جدا والحاله بتتدهور. قلت له طب يعني ايه؟ قال لي مساله ايام، الدكاتره قالوا خلاص. طب هو قال لي بيصارع بيجاهد بيقاوم، ما زال مصمم متشبث بالحياه. بدت علامات النهايه تشير الى ان ساعه الحياه على وشك أن تتوقف. لحد آخر لحظة كابتن صالح كان بيتكلم على المستقبل، يعني ودي برضو من الحاجات اللي الواحد عشان كده لما بقول صالح سليم ظاهرة
هو كان يعلم مدى خطورة حالته وكان متمسك بالأمل وكان مقاتل. يعني كان صالح سليم قاتل هذا المرض لمدة سنة وشوية، المرض لم يحبط صالح سليم، ودي برضو حاجة تحسب لهذه الشخصية العظيمة. يعني في يوم من الأيام بيقولوا لي إحنا طالعين لندن، قلت لهم طالعين إيه يعني كلكم كده طالعين؟ قالوا لي آه، قلت لهم إيه؟ فقال لي أنا هعمل عملية كده بسيطة. قلت له إحنا كلنا طالعين في حاجة؟ قال لي لا مفيش حاجة. يا أما في حاجة؟ قالت لي لا. خالد؟ قال لي لا ما مفيش حاجة. يعني قلت له طيب إحنا لازم أطلع؟ قال لي لا خليك لو عاوز خليك. قلت له طيب. وبعدين هم سافروا وانا قعدت، وبعدين لقيت خالد بيكلمني بيقول لي ابوك عمل العمليه. قلت له اخباره ايه؟ قال لي كويس. قلت له طيب هايل. تاني يوم بتكلم انا بقى بسال، امي ردت عليا فبقول لها ايه الاخبار؟ قالت لي يعني افضل انك تيجي يعني. قلت لها تفضلي ان انا اجي؟ قالت لي اه يعني لو تقدر بس مش ضروري يعني. فرحت واخد بعضي ورايح. اول ما شافتني هناك قالت لي الله انت جيت لي؟ قلت لها يعني انت عاوزاني تقولي يعني هتكلميني تقولي لي افضل انك تيجي وانا ما اجيش؟ ما في حاجه؟ قالوا لي اه هو المفروض بعد العملية يبتدي الأعضاء تشتغل كويس يعني زي ما كانت بتشتغل عادي، بس مع البنك مش عارف في كبد اللي هو كان فيه الفيروس سي ما مش شغال كويس. فقعدنا يومين ولا حاجة كده وبعدين قالوا لنا لا ده الكلى كمان ابتدت تتأثر، راحت الكلى. وبعدين قالوا لنا لازم يخش بقى العناية المركزة ومش عارف ايه، ودخلوا يومين وقابل رب وانت. لما الجثمان جه
عيطت